السلام عليكم، أسعد الله يومك عزيزي المشاهد، حياك الله في الحلقة السابعة من آنو 1800. طبعا آخر مرة وصلنا حلينا مشكلة الرم، الحين بدأ يتوفر. المشكلة كانت في المخازن إنها مش متوصلة للمركز الرئيسي. مثل ما تشوفون الإنتاجية هنا كويسة. خلنا نشوف المدينة الثالثة اللي هي هنا. ننتقل بالكاميرا أسرع. طيب المدينة الثالثة جدا متأخر فيها أنا، فلذلك ببدأ الحين. أنا أشوف المدينة هذه ما ينفع فيها مربعات، فلذلك البيوت راح تكون بشكل ثنائي. أتوقع كذا يكون أفضل. في طمي متوفر، جميل. يحتاج وركرز، اللي هم هذولا الناس المطورين. طيب ما عليه، بنوفر احتياجات الجماعة هذولا لين ما ربك يسهل. ايش متطلباتهم؟ النباتات هذيك، نباتات ما ادري وين احشرها. هذه مساحة كبيرة ما ودي اخليها للنباتات. هذه المساحة مثلا نخليها للنباتات حقهم، اللي هو زي ما تقول اكلهم. طيب جبنا لهم واحد من هذا، 30 ثانية كل شيء، فلذلك بحط اثنين. اريد انقل الواين من هنا الى العالم الجديد. ايوه وين مدينتي؟ هذه مدينتي الرئيسية. بما انها العالم الجديد خلهم في كل مرة ينقلون 50، خلنا نقول لانها راح يتأخر ممكن. والله كويس 50، ياخذ 50 بس. الحين احلى شيء في الموضوع ان العالم الجديد بيوصلهم واين، فالجورنالز راح يدفعوا لي اكثر. مو الجورنالز عفوا، يا رب يمديني افتك من هذا. ايوه الحين راح يدفعوا لي اكثر. ارتست شوف كيف زاد من 7000، صاروا يدفعوا لي 8200 8300. ويوم يوصلهم الواين كل احتياجاتهم بتكون متوفره للهابينس، مش بس احتياجاتهم، احتياجاتهم الجامعه. ليش ما بنيت الجامعه؟ جامعة تحتاج 40، جامعة تاخذ مساحة كبيرة. اتوقع يمديني احطها هنا. يا رب ما يمدي والله. نحط الجامعة هنا وننقل بعض البيوت هنا. الجامعة تغطي الاماكن الخضراء هذه مثل ما تشوفون. نحتاج 40 ويندو. طيب مو مشكلة، خلنا نطور الفارمرز لانهم الوركرز راح يدفعون لي اكثر. مثل ما تشوفون الوركرز كل احتياجاتهم موجوده. طبعا اكيد في سفن طلعت راح ابيعها. نقول رقم 5. يا رقم 5 تعالوا هنا، في وحده اوريدي هنا راح ابيعها 25000. خلنا نشوف العلاقات الدبلوماسيه. هذا 51 وهذا 49. طبعا شوفوا بالنسبة للعجيز خذت بيس، لا خذت تريد مع هذا، وهذا خذ تريد مع هذه. كيف؟ لا هذا انا. وينه هذا تريد وبيس وار؟ طيب وار طبعا مع الكل، هذا اتوقع وار مع الكل. لا والله بس انا وهذا، وهذا ما اخذ تريد رايتس معاي. طيب لازم 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 نضبط نضبط الحلوين هذا. If we are such small fish why can't they just let us? I'm all ears. What did I tell you? I don't have anything. طيب هذه Perhaps you can bear this torch. Good. 6000 بس. ايش اللي ب 6000؟ ديليفر 11 طن وبن، 11 طن وبن. خلنا نبيع هذه اول شيء في حال جتنا نكسة كذا بالغلط. اوكي الحين نرجع. دقيقة انا ما عندي فرقيت الا عندي واحدة. جميل نطلع واحدة. خلنا نشوف المشن يتطلب
وين ال ايش تسوي هنا؟ واو والله مره بعيده. طيب مو مشكله بنخلي هذه تاخذ المشن عاد لما تلف هذه الساعه نخليها تشل 11 طن. واو عندي 220. المكان مش بعيد. طيب خلنا نسلم البضاعة. كيف أخلص المشن؟ طيب معي الأغراض 11 طن. شلون أخلص المشن؟ يلا. وهذا يريد سكورت. خلنا نعطيه سكورت. يبى حماية بس من قراصنة. خلاص هذيك تقوم بالمشن. نتأكد ان السفن مش واقفة. ناقصني تمبر. نرجع نشغل التمبر. طبعا لو شغلنا التمبر راح نواجه مشاكل بالزجاج. الزجاج كم وصل؟ في شغلة كنت احتاجها للزجاج. ايه هذا يونيفرستي 40 زجاج. بس بتأكد قبل ابنيه كم زجاج. 40 بالضبط. يا سبحان الله. خلاص بنشغل اثنين من التمبر. انا عندي ثلاث خشابين. خلاص بشغل واحد بس. هذا مدري شو وضعه. This is becoming a crisis. I worry the sick will die if we do not give them beds and clean linen. هذا المشن النهائي. يعني خلص مطالبها كلها عشان تحصل الشغله هذه. One group of three. Oh, collect. طيب نرسل لهم. يا ساتر والله بدوا يحتلون كثير. هذا انا من اللي احتل؟ من اللي اخذ له الجزيره الثالثه؟ تقريبا ما حد احتل هنا بس يمكن في الجزيره القديمه او العالم القديم. طيب خلنا نرسل لهم واحده من السفن. ما عندي فرقيت انا هنا. خلنا نرسل الكليبر. الكليبر سريعه وتاخذ هذا سريع. هذا خلص الاسكورت حقه اللي في المدينه هذيك. بس عشان لا انسى سفينته سفينتي عنده. خلنا اتوقع خلاص خلصت الاسكورت فلذلك اقول لها ارجع هنا او حتى روحي انباعي. طبعا في وحده هنا اوريدي 25000 جيب. في وحده جايتك بالطريق بعد. هذه فريقيت راح ارسلها للعالم الجديد. ما احتاجها هنا. خلنا نطلع واحدة. التمبر ناقص. احتاج خشاب واحد زيادة. لازم اشوف لأي صرفة. حتى لو كان مؤقتا. Have two frigates in the new. حلو حلو حلو. في واحدة جاية في الطريق اوريدي. خلنا بس نطلع واحدة ثانية مجرد ما التمبر. Definitely evil. طيب نحتاج تمبر. باقي شوية بس. The Perforian attack frightens them. Please, there must be room. Build hospital. Hospital في العالم الجديد. طيب خلي السفينة بس تخلص. فلوسي بالسالب ليه؟ عالم جديد الرم ما شاء الله كثير. ممكن نقول له شل رم اكثر. لا مش هذا. تعال بالنسبة للقنز اتوقع القنز عندي كثير الحين. خلي اشل 80 مرة واحدة. نسيت ما شيك على متطلباتهم. أو فيه مرض جالس ينتشر. أي سيتي أي سيتي؟ إيش؟ لا أحتاج هسبتال ثاني.
حتى ما اقدر اهدم البيوت هذه. طبعا احتاج ويندو فول اوتبوت ستورج، يعني المشكلة الخلل من صاحبنا هذا. خلنا نشوف لنا هوسبيتال في العالم الجديد. هوسبيتال للعالم الجديد، وين هوسبيتال؟ ما اشوف اي هوسبيتال. بوكسينج ارينا سيريسلي. كوفي، الكوفي مقفل، لازم 300 شخص من الحلوين هذا. لا خلنا نطور عشان نوصل ل 300. نفتح هذا، لا ونطور. It's not just fire raising, it's deliberate. The Perforians. اتوقع الحين 300 مفروض اقدر اوصلها. 400 وصلنا خلاص. الكوفي الجولد ماين اخيرا. وين الجولد ماين؟ دقيقة، انا اتذكرنا في جولد بس عاد وشلون اصرف له طريق. خلنا نشوف جولد ماين ثاني. طيب الجولد وش يحتاج؟ ما يحتاج شيء. يا سلام جولد ماين. دام كذا خلنا نحشر هذا هنا، بس لازم نشوف له طريق. والله ما ادري كيف اصرف له طريق. كيف نصرف له طريق هذا؟ اتوقع لازم وير هاوس، لذلك لازم نشق لها طريق من هنا. اصلا هذول مش مشغلهم انا. هابي ناس حاط رم تشيرش وعندهم رم. خلنا نشوف هذه ايش صار عليها. هذه اللي متاخر فيها كثير. احتاج اطور البيوت، بس فيه نقص عندهم بالنسبة لهذا. ما ادري هذا اذا بنيته. لا والله ما بنيته. خلاص هذه المنطقة لازم تكون حقه. نحط لنا اثنين من هذا واثنين من المزارع هذه. يا سلام بالملي والله. طيب بالنسبة للفريقت، have two frigates in the new world. خلنا نرجع اتوقع خلصت الفريقه اللي هنا. لا والله لسه ما خلصت، يمكن ما باقي لها شيء. لا والله لسه باقي لها وقت. طيب ما عليه، المشن هذا اعتبره خلص. باقي هذا 5 تستوب مدري ايش، نفسهم هذا اهل النار الظاهر. 2 هذا هو. اي أيوة والله هذا هو. لازم نقرب عشان اشوف النار حقه. Eldest, you outdo yourself. طيب اوكي، لازم اوصل السكان 600 عشان ابني الهوسبيتال. هنا البيوت لازم تكون بشكل طولي. حط فاير ستيشن واحد هناك ونجيب لهم الشغلات اللي المفرحات على قولهم. اوه حلو، الحين يمدينا نسوي ابجريد على طول. سوي ابجريد الحين، وصلوا 547، بعد شوي راح يوصلون 600 لانهم كل بيت اكيد مش فل.
10 من 20 يحتاجون كوفي. الكوفي الظاهر ما احتاج الا في النيو وورد. خلنا نشوف الكوفي، مزرعة الكوفي وش تحتاج. مزرعة الكوفي ما ادري اذا كانت المساحة هذه كافيتها. 168 طيب ليه ما نسويها مثلا كذا؟ هذا ايش؟ اويل. اويل اسحب على اويل، سوي الكوفي. بس دقيقة، هنا دقيقة وهذا 30 ثانية. لا لا كذا النسبة متناسبة. هنا نسوي واحد كوفي، واحد وير هاوس، وخلاص موضوع الكوفي انساه. هنا يمدينا نسوي بيوت، هذه المساحة صراحة بدي استغلها، فلذلك راح ابني بهذا الاتجاه جسر. جميل جدا. هذه الجزيرة تقدر تقول كاملة متكاملة. خلصنا المشن هذا؟ لا، مجرد ما يتوفر لهم المشن او الكوفي هذا راح يزيد عددهم بشكل كبير. ولكن خلنا نفتح الهوسبيتال عشان نفتك منها. تحتاج 20 طمي، الحمد لله انه كل شيء متوفر. الهوسبيتال طبعا موقع لازم يكون في مركز المدينة. جميل جدا. والسفينة الثانية بعد شوي راح تطلع. كذا نكون build a future. والله ودي ألعب بالأخبار، ولكن المشكلة أن عندي واحد يزعل. خلنا نشوفه أخباره. 54 يعني أنا لازم محليف مع هذا وهذا. أنا مدخل اثنين أقوياء معي مش الفاضي. إيه خلنا نشوف المشن حقك. ديليفر سميث. A building without access to nearby. في دقيقة خلنا نخلص هذا المشن أول شيء، بعدين نشوف المعترضين على حكمي. 11 طن ستيل بيمز و 11 طن تمبر. في العالم الجديد تستهبل أنت. 11 طن تمبر وستيل بيمز. تمبر ستيل بيمز. أوكي. سبحان الله كان يعرف المخزن حقي. 11 تمبر سهل. خلنا نرسل له مع الفريقات اللي بيروح العالم الجديد. تعالي حملي ال 11 طن تمبر و 11 طن هذا. سريع سريع الله يخليك سريع. ايوه السلام عليك. اعطني 11 طن ستيل واعطني تمبر. واي ارساليات للعالم الجديد؟ والله ما ادري وش ارسل لكم يا العالم الجديد. ارسل لكم وايل، ما حد يبى الواين. الرم ما شاء الله، شوفوا عندي الرم بزياده وهو يجيني من العالم هذاك. اتوقع ما يحتاجون شيء، يمكن احتاج هذا. خلنا نرسل 50 طوب، رغم اني موقف العمال هنا. لا 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 ارجع ارجع. اقول لك شل 30 بس وتوكل على الله الى العالم الجديد. رحلة سعيدة. طبعا عندي فرقيت واحد هنا صح؟ خلنا نتأكد. ايه هذا هو. طيب وعندي اثنين، واحد كليبر، يعني عندي كل الانواع هنا. على العموم انا همي الحين من العالم الجديد اني اوفر متطلبات هذول عشان انتقل للارتست. كل شيء متوفر لهم ما عدا شيء واحد اللي هو اللبس. اللبس عشان اسويه، اللبس عشان اسويه احتاج الفرو عندي القطن. ايوه احتاج ارسل قطن. خلنا نشوف القطن اللي موقفني وش يحتاج. الكوتن بلانتيشن 144. خلنا نبتدي من هنا.
طيب يا شباب، مثل ما تشوفون بنيت 10 مزارع للقطن و5 مصانع تاخذ القطن وتحوله للي نبغاه اللي هو الفابريك، قطن فابريك. تعال، هذا باقي 9 دقائق، كويس اني ما نسيته. وين سبينتي المحمله بالاغراض؟ لا، في واحده معاها ستيل. ايوه، تعال هنا، فيه طوب لا يسرقه، بس هم هنا وانا هنا. والله مسافة طويلة، ان شاء الله في 8 دقائق يمدينا نوصل. لان علاقتي معاه لازم تكون كويسة. نيوان صراحة مركزة على شغلات كثير، مش بس قطن. بس مثل ما تشوفون يمدينا نجيب الواين. ايش هذا؟ إلكترسيتي. واو، إلكترسيتي اخيرا فتحناه. ايش هذا؟ السكك الحديدية. اويل ستوريج، سمول اويل هاربر، اويل باور بلانت. يا حبيبي، الاويل عندي كثير، 15 حقل هنا. هذا واحد. والله هذه المدينة شكلي بخليها. الظاهر انه لازم يكون قريب من هذا، مدري. هذه كلها اويل، خلاص بخلي هذا المكان خاص بالاويل. بس دقيقة، هذا ايش يحتاج؟ اويل ويل. اها، طيب خلنا نسحبك شوية هنا. اثنين، هو كم يقدر يشيل؟ اويل ريفر ريفل، في 3 لو يمديك، او 4. يا حبيبي، نحتاج ستيل، نحتاج ستيل. شغل مصانع الستيل. ارجع دقيقة. ستيل يا حبيبي، ستيل، نحتاج ستيل يا دبي، يا دبي نحتاج ستيل. وقف مصانع القن كله، شغلنا ستيل. اي شيء غير ستيل وقفه. ايش هذا برادر؟ ايوه، 7000 زي حلوين. خلصنا المشن حقنا، خلنا نرجع السفينه. الستيل ان شاء الله راح يزيد بشكل كبير الحين، عشان ندخل في موضوع الاويل في الحلقه الجايه ان شاء الله. اي اقتراحات او شيء ما فهمتوه او المهم اكتبوا لي في الكومنت. وشكرا على المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.